هذا حبايبي اول شيء استخدمه اريد اشيل الجلد الميت اللي عندي اياه. طبعا هيك انا احضرها لبشرتي. هستأنس روحك وخلصك. هو اصلا ما يبين بس انا من الذكاء البارحة طلعت الحباية جيت وفعصتها. قال احس يومين تروح تطير. من هان امسح اللي عندي موجود. خاف باقي من المسكارة مشايل التزيين. امسح الخشمي. هسه عندي انا هاي الماسك لان مثل ما قلت لكم من ورا الماسك كلش تعب وتجي عندي هذا الماسك اسمه توتس ميا ماسك الماسك مالت البحر الميت. هذا الشلام اللي هو يكون هاي تنظف انتنزيف وصايرة ضد البيكل اللي هي الحبوب. انا هفتحها هيك بايدي واطلعها. شوفوا الشلام يعني هذا الوحل او يمكن هيك شي يسموه بالعربي على مود الحبوب اللي تطلع لي. والمتأسة هاي السودة الرؤوس السودة. طبعا اهم شي واحد لازم يسوي القصة هم ستشوفون بعدين. طبعا انا من الذكاء عايفته شوية مفتوح وهذا اكبر غلط فهسه راح اخذه. هو هذا ينفع الغسلتين ثلاثة اي مكان تشوفون بي تعبانة مالتكم البشرة حطوه. انا حنزل هم شوية هنا اهم شيء الخشم على مود هاي الرؤوس السوداء هم تطير. هاي ثاني استعمال انا استعمله كلش مريح على البشرة وتحسين نظفها فعلا. اوكي هسه راح انتظر 12 دقيقة تقريبا لما ينشف. باوزة بهاي الباوزة بين ما تصير 12 دقيقة راح اكل مالتي شوربة العدس التركية سويتها البارحة وتمعن بهذا المنظر الجميل. صحتين وهنا. شوفوا شلون يصير هيك يصير لونين يعني شلون وكأنه مثل هاي الإعرة يعني مثل الطينخاوة بس هذا الشلم يمكن الوحل يسموه او هيك شيء ما اعرف بس هسه اشوف شنو معناته. اند هسه راح اروح اغسله بعدين احط الفيتامينات وما اخذكم وياي بس جدا احضر لي قهوه على مود من اروح ابدا مكيج والقهوه مالتي موجوده مود صحصح. كملت هسه شو اسمه اكلت معونين شوربه عدس تجنن كانت. حاولوا تسوون مثلها كنت مسويتها باللايف مالتي وراح اسويها مره ثانيه بفيديو. شوفكم بعد شويه. هذا عندي الماندل درينك في كوفلام 99 سنت بس احط من عنده. ذاك اليوم سويت اكبر غلط احط كنت حاطته للحليب بعد ذاك واحط وياه نسكافي وحطيته بالش اسمه غليته يعني حطيته بالميكروفله كان كله يصعد لي فوق فور بس قمت احط بس الحليب رجعت اوبس واحط اثنين من هذا النسكافي وها هي. بين ما تصير اروح اغسل وجهي وارجع لكم. سو حبايبي خلصت هستوني غسلت وجهي عشان شوفوا شلون تعبانه بشرتي. اوكي بس هذا الشيء كلش ساعد حلو الماسك. هسه راح اجيب الفيتامين سي. طبعا انا كنت قاعده اصور لكم فيديو من ورا هذا هو انا الفيتامين سي اللي استخدمه. اوكي كلش زين وكلش خوش للبشره ويعطيك انرجي للبشره. الفيتامين سي يعطي انرجي يعني شو اسمه يعطي انرجي للبشره يعطي هوت بلاتونج انه مو يسر راح يسويها للهوت جلات يعني يسويها مثل او ماي جاد يا هيك كلش جلات
تجنن وريحته كلش كلش طيبة. سو ينطي نعومة للبشرة وحيوية وانرجي. يخبل يخبل هسه من ذاك مشهد بشرتي الصدو قدلت والريحة كلش طيبة. خلصنا ذبينا هسه حطينا فيتامين سي لانه البشرة شنو تكون مفتوحة المسامات مالتها فتاخذ كل شيء. هسه الشيء الثاني اللي انا اخذه ذا اورديناري السيروم حطه هنا زيت شجرة الشاي احط وياكم ان شاء الله اخلطه طبعا هو ذاك نظف لي الرؤوس السوداء فاني نورمال فايز استخدم من نيفيا او اكو همينه من ايسانا مرات زينه تكون هاله تنحط على الخشم بعدين يشولوها من اللاصقات همينه كلش تنفي بالغرض يعني للرؤوس السوداء. اوكي هسه انتظر شويه كم دقيقه وغراها كمل الباقي. هسه اجي اخذ الماسترايزر مالتي المرطب مالت نيفيا راح الحق ترطبون مالتكم جو العيون بهذول البيتس تبقى 20 إلى 25 دقيقة. من هنا موجود طريقة العمل وهاي حاكي عليها اني اوصفولش بفيديوهات قديمة. المهم هسه اجي احط واقي الشمس. واقي الشمس كلش كلش مهم. هسه ارجع مره ثانيه اعقم هالايدي. دائما اعقم ايدي قبل ما ابدي احط المكياج وابدي اشتغل على وجهي لان كلها ميكروبات فعلى مود يحميها. هاي دائما عندي محطوط وعندي الاخر هناك. المهم حبايبي هسه اول شيء انا لازم احطه اللي هو البرايمر من ذا اورديناري اموت عليه. لازم اروح اجيب الثاني طبعا خلصان بس يافول باقي شويه. هذا البرايمر مال ذا اورديناري اموت عليه اموت عليه بستة لو بسبعة يورو بس اجيبه اني من لو من الكاديفي اكو مهلات عندهم كامل بس للبرايمرات لو اجيبه اونلاين من دوغلاس او مثلا بالدوغلاس تروحين اذا موجود هو البرايمر هذا مالتهم يسوي شنو سطح جد جد باعوا بنات ابك سيليكون لما تحطيه على الايد سو كلش يريح الايد والبشره تمتصه ولا كانه عبك حاطه انت فتشي. شوفوا هيك عبك هيك فتشي سيليكون هيك حاطته فتشي شفاف بس اكو فتشي يعني على بشرتك بس انه فتشي كلش يريح ولا كانه يعني كتبه مو قصدي اكو شيء بس ماكو شيء. سو هسه هاي طبعا انا عندي اياها غسلتها حطها شوية مي مو تاخذوها هيك ينزل مي لا تكون رطبة فانا دائما انشفها بش اسمه بكلينس. واو طبعا اريد هالحبوب لانه لعبتها نفسي فراح اجيب اول مرة هذا اني طبعا ذكية راح لعبت بالحب ضوجني كلش كان اجي واعصره. هذا الكونسيلر مالتي من نيكس اسمه كانت ستوب وونت ستوب ما اقدر اوقف وما اريد اوقف ناتشرال. بنات اخاف ما اكتبها بالانفو بوكس حاولوا تسوون من هنا الفوكس تاخذون الصور تكبتشروها. اوكي هسه راح اخذ فول كفرج ما راح استخدم مال اسنس لانه مال اسنس مثل ما قلت لكم مو فول كفرج فحاخذ هذا مالتي من إيف سان لوران. أني آخذ يا رقم B50 طبعا الفيت مهم كلش حلو بس أنا اليوم عاجبني شوية أغير
شوفوا شلون. شفتوا هو بدرجة بس افتح من بشرتي. لازم الكونسيلر، لازم الميك اب يكون دائما بدرجة افتح من البشرة. انا مسوي طبعا جوا عيوني. اونت الشيء المهم اللي الاغلبيه ما يسووه انه الميك اب ما ينزلوا هنا على الديكولتي مالتهم وعلى الركبه. لازم ينزل الميك اب على الركبه، وبعدين حتكون هاي لون وهذا لون مو حلو. هسه ايش راح اسوي؟ هسه اجيب الكونسيلر. لان انا صار ما عندي برايمر مالت عيون، فاستخدم الكونسيلر كبرايمر. هسه اسوي كونتور صغير. هسه شنو اجيب على مود ادمجها كلها سويا الكونسيلر والميك اب مالتي اللي حطيته ويا البشره. اوكي على مود يعني يتماسكون كلهم سويا. خذ هنا هذا هيك، هذا البيكنج باودر انا شوفتكم اياه من البرايماك، اشتريته ب3.5. بس اهم شيء تحطون هوايه هنا أنا على مود يكمش، على مود بعدين الاي شادو مالتكم اللي تشطن يسمون بالالماني ما تدخل بالفالتن تجاعيد مالت العين. الباقي اجي هيك اطبطب، بس اطبطب. كنتان اشوفكم الحركة اللي اسويها دائما على مود ما يكون الوجه مترب او هيك شيء، يكون كلها يعني صبغة واحدة. شافتكم انا هذا من اسنس اللي ما اخذته قبل، كان فيكسينج باودر خلاص، فيكسينج سبراي. جبت هذا ماي مالت الورد عبيتها هنا انا، وهسه ارشه. اكو هواية من هذا مالت ماك، بس انا بعد ما انصح فيه ما اشتري، لانه هذا مالت الماي الورد تقدري من اي مكان تجيبيه ويأثر الغرض. اوكي سيشن. هسه راح اخذ الهولا براوزر. هولا براوزر طبعا اكبر غلط انه من تجيبيه هاي تذبيها. ليش؟ لانه الفرشه مالته اللي موجوده اذا ذبيتي هنا راح تظل تتحكك وراح تطلع من البودر مالته. على مود الكونتور ابقيها، اهم شيء لون الجو. شوفوا الوجه شلون يتحدد ويبينك اضعف هوايه. كوكريشن كلش احب الهولا براونزر. طبعا اكو اشياء ثانيه هم تقدرون تسوهم ولا الهولا براونزر، بس اجي انا احطه هنا. احطه هنا هذا شفتك بابا تريكس ومريكس. هجيب اي برونزر بدكم اياه في بالغرض. انا راح اجيب هاي ماركه تو فيست. اخذ هاي الفرشه اللي تكون هيك شخيك. هسه راح اجيب اريد هيك شويه على الحمر، لان انا راح البس رصاصي على وردي قصدي. هاي هسه هيك تبقيتو. شفتوا هذا تو ماتش؟ الوردي ما عجبكم زين، تجون تاخذون هاي اللي انتوا حطيتوا بيها الفاونديشن فوقها بس. شوفوا شلون شو اسمه؟ قل بيرفكت. هسه اجي شنو اجيب انا؟ معبود الجماهير اللي هو الهايلايتر. سوي هيك.
طبعا هاي الباليتة كلش زين، نزلت بوقتها صار سعرها ب45 يورو وهي كانت 60، فأنا أخذتها انتظرت صار باين أختن ورا راس السنة أخذتها هناك نزلت، من هي نزلت شو يسموها كانت ليمتد إديشن على مود باين أختن على مود أعياد الكريسماس. كلش زين، فمن أخذتها بوقتها كانت كلش رخيصة يا 45، يعني شوفوا فيها هذا على الألوان اللي فيها، فيها هايلايتر، فيها هاي كل شيء فيها، وبيها هايلايتر ألوان اثنين، الجو هيج اللي على برونزي صاير، وهذا الفاتح، وهذا الهايلايتر طبعا العربي طابق، أنا هذا اسمه تشست ناتس روستينج يموت طبعا، لونه كل شيء وبعض الألوان اللي موجودة تجنن مالت الميك اب، كلش أنا عجبتني. المهم بس نيجي ناخذ فيكسنج سبراي على المود هذا اللي حطيتيه ما يطير، شو تسوين؟ قلمي الغير مسمى من الحواجب من كاتريس، هذا من احلى الاقلام اللي واحد ممكن يستخدمها، متعبه ترسميها اول مره بالبدايه شعرايه شعرايه، بعدين تجين منها ترسمين خط، بس بنا يجي الخط مرة ثانية سو خلصناها. هسه ايش راح نجيب؟ هاخذها من كيكو عادي. شنو اريد؟ اريد ارسم خط لونه اسود. اوكي شلون راسنا صارت هيجي حوالي هاي الدائرة اللي تكون بالعين اللي موجودة هاي هنا الطسة أنا أسميها، لأن هذا حوالي طسة العين نقول. أوكي ظلين تدمجين سو تدمجين تدمجين تدمجين. أوكي هسه شنو أسوي؟ هسه اريد ارسمها وانظفها مرة ثانية، شنو اجيب؟ اريد هاي انظفها، اجيب الكونسيلر على هنا احطه على الجفن هيجي بهاي الطريقة، وهنا أنا نفس الشي سو هسه نظفتها هاي الدائرة هنا شوفوا. هسه بهاي راح اخذ لون اي لون بيجي او هيج شيء احطه هنا على مود هسه من احط اللون يثبت. سجود هسه راح اسد عيوني واحط هذا، اخذ الرصاصة هيك صاير، هاي العلبة انا مشتريتها قبل من رافلين، جان اخذ هيجي فرشة اي فرشة عادية اذا في بغرض، اخذ هذا اللون اللي موجود هنا، طبعا انتو اي لون تقدرون تحطوه مو الا هذا اللون، تفهمون قصدي؟ اي لون يفي بالغرض، بس انا لانه لابسة رصاصة فحبيت اسوي رصاصة واسود. واو بالحقيقة طلع يخبل بناتي، ها يخبل طلع بالحقيقة. هسه أنا بالنسبة إلي يعني مو غانس كملته، هسه بهاي الفرشة راح أجيب من هدى بيوتي هذا اللون لأنه بي شوية لمعة، هاخذه أطبطب شوية واو انطى لون فظيع 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 فظيع. هذا الاسود المنبل اجي
اخذه حطنا ناخذ من هون اثنيناتها نزيدها سوية هسه عاجبني اخذ هيجي هون خليت هسه هاي الحين جبت المسكارا مالتي ايش راح اسوي انا اليوم راح احط اني فيك بنطلون طبعا لازم راح اخذ هاي الحمرة اني ماخذتها من فلوما كلش تنحب شكلها حلو بيرفكت هسه اريد مالتي الاي لاينر بيرفكت لان احنا رايحين حفله فاريد الهايلايتر مالتنا يبين اكثر ايش راح نسوي نجيب الهايلايتر اول مره طبعا على الريش على الفرشه لازم تبخين من هذا البخاخ الفيكس سبراي على المثبت المكياج شوفوا شلون يطلع كلش حلو يطلع ومن هنا انا شوي راح اخذ وانا احط هنا اللي ورا تعطي افكت غير واو كلش حلو هسه اخر شيء شويه نشفت عندي المسكارا فايش راح اسوي؟ صح حبايبي يشوفون خلاص المكياج مالتنا حبايبي هذا اللوك يصير احلى لما واحد يحط له رموش لازم تحط الرموش انا صراحة اكمل تمشيط شعري واسويه وابدل واحط الرموش واشوفكم الفاينل لوك طبعا هسه رجعت البيت ما صورت لكم المكياج ويا الرموش بس ححط لكم كم صوره او اذا عندي فيديوهات اخذتها العرس كان كلش حلو كلش تونسنا اتمنى لها حبيبتي وصديقتي الغاليه هبوش ان شاء الله يا رب سبع سعادات ونشوفك اسعد انسانه هاي بتمنى تكون عجبكم الفيديو عجبكم المكياج اذا طبقتوه سووا لي عليه منشن على الانستغرام احبكم كلش هواية لا تنسوا تشتركون بالقناة اللي ما اشترك بيها وتفعلون الجرس واشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديدة احبكم كلش هواية